الجمهور قالوا لك بان ياسين ما دارنيش في لا ليست. هذيك الساعه كنت غندير عمليه هاي هاي اللي قاموا شتا هذه في 2013. هادشي السبب خلاف بيني وبين محمد على قبل هذه. دابا كان مشكل، كنت غادي ندير اوبيراسيون، كنت غادي ندير عمليه. راه ماشي كيقول لك قصف ارض جو، وراه ياسين اخويا ما عنده ما يقصف. لا لا ماشي هو، انا كنقول الاخرين اتنتم اخرين. دابا اسمع مشكله، دابا في كلشي كيلبس كيتكونفوكاو غير 18، ولكن كتلبس وتبرك بونتوش، تلبس في ديالك وتبرك بونتوش. انا شنو قال لي الرئيس بطريقه، قال لي شوف، وهدرت الى دعا صنعوا عليا في التليفون، قلت لي شوف دابا انا الى درت عمليه ما نمشيش معاكم ليكيب الكاس العالم انديه، ما غاديش ما نستافدش منها، انا ما غاديش نمشي حقاش انا تعذبت معاهم باش ربحنا البطوله. باش قلت مورا كاس العالم انديه، وكان موسم واعر يا سيدي ديال 2013، هذاك موسم الطوب هذاك ما عمري تنساه. نتوما وتطوان مازال عاقل على ذاك الماتش، نتوما يمكن في خريب قالوا شي حاجه وتطوان لعبه الفوقه في هذاك ارضها، المهم كانوا كملنا على هذه النقطه هذه بعد. اسف كنا عم اسيو تيطوان مع بركان. صافي اخويا قلت صافي بلا ما ندير عمليه غادي نبرك معاهم، نبرك بونتو تيسالي كاس العالم انديه. محمد فاخر كان جاب لشي لعابه قال لي غادي نديرهم في لا ليست. كان مشكل بينه وبين الرئيس، صافي لا ليست خاص الدفاع، صافي كان شي مشكل بسيط. صافي محمد فاخر كان خسرنا في كاس العرش، خسرنا في كاس العرش مع جديده، موراها مع معاهم في البطوله نفس السيمانه خسرنا. كاس ديك الساعة الخسارة في كاس العرش اثرت بزاف. صافي اخويا هادشي اللي كاين، والحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير.